انا كنت خدامه بحالي بحال كاع الناس، خدامه في اون بوات دو بروموسيون، عندي اون فواتور دو سيرفيس، بخير وعلى خير. بحالي بحال بزاف ديال الناس اللي كانوا خدامين وجات كورونا وهلكاتهم. ملي دخلت كورونا جاتني مع جراو عليا من الخدمه، صافي بداو كي اللي كيديو عباد الله، مع حامله وواقفه على الطلاق. اش غادي نقول لك، هاد كورونا وهاد لو فيروس اللي جا دق دق عائلات وانا وحده منهم. و اش غادي نقول لك، بصح ما كذبتيش، وصلت لواحد المرحله اللي اصلا انا دابا بنتي مكتفه ليا اليدين، نبغي نخرج نخدم، ما فين غنخدم، فين غنخدم دابا، ولما غنخلي بنتي، لما غادي نخليها، ما عنديش شكون اللي غادي يقبضها ليا. باها 10000 ريال خاص عباد الله يسمعوني كاملين جيراني، على قبل 10000 ريال في الشهر ديال البنت، ما عرفتهاش انا ديالاش هذيك 10000 ريال. انا مقاتله على قبل 500 درهم في الشهر، انا شنو غدير لي 500 درهم؟ هو انا واحد النوع من داك النوع اللي بنفسي ما تنرضاش، قلت له ها العار ها العار، وقف معايا غتنوقف على رجلي. فتحت واحد القناه، المهم فتحت قناه وكنطلب في نفس الوقت، غندخل وغنطلب المغاربه الله يجازيكم بخير. انا قصدت الله سبحانه وتعالى هو الاول، ومن بعد هذه القناه ديال شوف تيفي وعارفكم رجال، ووقفت مع شحال من واحد ودعمت شحال من واحد اللي كان في اسره اللي كان زعما في حاله مزريه، وبزاف ديال الحوايج كنطلب منكم خوتي المغاربه وخواتاتي الرجال الحرار والمغربيات يدخلوا عندي القناه ديال طاطا قمر، يدعموا القناه ديالي، راه شحال وانا كنضرب فيها، ما باقي ما ناقصه ليا القناه، ما بغيت زعما درت محتوى اللي زوين. المهم هذا موضوع اخر، محتوى اللي زوين اللي زعما هذا، ولكن المحتوى الزوين ابارامون حتى هو سا مارش. وقيلا بان لي استغفرت الله العظيم، ما نقدرش ندير، انا عندي بنت وعندي بنتي غادي تكبر وغادي تشوفني، ما نقدرش ندير شي حاجه باش نوصل. ايه كاملين كنبغيو الفلوس، كلنا باغي الفلوس، يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك ما باغيش، ولكن بغيت الفلوس بطريقه اللي نخدم على قناتي، قناتي اللي نقدر ناكل منها واللي تحفظ لي الكرامه ديالي وديال بنتي، لان وصلت لواحد المرحله هاد كورونا دارت فينا ما دار فريد في العود، دمرت عائله، تحطمت عائله، خرجت على عباد الله والضحايا. حنا راه كبارين، مازال حنا راه كبار، غتصبري على الجوع، واخا كتسمعي كرش كتزغرت راه غتصبري على الجوع، ولكن بيبي صغيره واش انا خرطتها مسكينه بالحليب ملي كانت عندها خمسه ديال الشهور وانا خارطها بالحليب؟ فين غنخدم؟ مراكش، انا كنعيش في مراكش، ساكنه في مراكش، مراكش مدينه سياحيه، شنو فينا يا التوريزم؟ ما كاين لا توريزم ولا والو، ما كاين حتى شي حاجه، وحتى لا شفت مربيه ولا نشوف لا كريش ولا كاع دوك الفلوس اللي غنخدمهم ديال الشهر غادي نحطهم فيها، يعني هي ما هي. فانا كنطلب من خوتي المغاربه انهم يدخلوا القناه ديالي، دعموني الله يرحم ليكم الوالدين، دخلوا لي القناه ديالي، القناه ديالي سميتها طاطا قمر. بيان سور عنده ربح في انستاجيغ اللي كيجي كيدمر عليه خمسه سته شهور وفابور، الاخر باغي غير يتعلم، والاخر باغي البرودوي ديالو يتليكيدا، ما احسن ما انه يخلصني انا ويخسر عليا، يخسر عليا كل شيء، كل شيء من اتل زد. اللهم واحد، اللهم واحد يدمر عليه اربعه خمسه سته اشهر، ومن بعد يقول له الاخر تياخذ ليكسبيريونس، هذا اللي داخل والريكروت والسميتو راه هو راه رابح، يعني راه ما تيخلص حتى شي حاجه، نقيوم عليه فابور فوالا. وحنا مشينا بين الرجلين، وحنا مشينا في التوش، خدمه زوينه، خدمه ديال ميديكال من بين الخدمين اللي كانوا كيعجبوني بزاف، ودرت عليها فورماسيون، قريت او اف في ماناجمنت هنا في مراكش، خلصت عليها فلوس، فورماسيون اللي غاليه يعني غاليه، وخدمت وفقني الله وخدمت، وبديت بواد دو بروموسيون، وجاوني جاوني فرص اخرين باش نخدم في لابو، والله ما بغيت نبدل، ما بغيش نبدل. علاش؟ حيت لو باترون ديالي كان كيدير معايا مزيان، عندنا امتيازات، كنسافروا، كان سالير لي زوين، فواتور سيرفيس اللي عاطينه، فواتور سيرفيس مابقاش كتعطى، يعني المهم انا كانت عندي قليل، مابقاش كيتعطى، ماشي بحال شحال هادي، ولكن كنت بخير وعلى خير، يعني خدامه هادي واكله طرب الخبز، ما عنديش مشكل. انا دابا هادي الدار ديال اختي، انا غير اختي اللي عطاني دارها، كنحمد الله ونشكر على القضيه، ما كره حريمه مصيبه، كره مصيبه. وعندي بنت، عندي بنت باقاها بيبي، هي لا قلت معليش سير، قلت له انا باباها يعني طليقي، قلت له اخويا غا العرض الله غير وقف معايا، غير تنوقف على رجلي، غير توقف لي غير قناتي شويه ندخل فيها غنسير، انا ندير لك تنازل، حيت دايرين ان كونترا، دايرين التزام بان انا 500 درهم كل شهر، انا نعطيك 500 درهم، انا نعطيها لك، غير غبر عليا وجهك، انا نعطيها لك، ما تعطينيش، صافي بنتي انا غنقد بها، غير دابا غير هاد الشهور غير بدما وقفت، غير بزعما بدما وقفت، راه حتى الحمد لله عندي واحد جوج الناس في عائلتي لا اختي وامي، راه هما اللي لقيت في حياتي كامله، راه هما اللي ولدوني، هما اللي داروا، واش واحد يدير واحد يربي بوحدو، راه البنت راه بنتي وبنته،
بنتي وبنته راه انا كندير هو حتى هو خاصو يتعاون معايا. واش انا والدها بوحدي؟ واش انا 500 درهم خاصني نتشوه انا في السيكتور؟ خاصني كلشي عباد الله؟ قسما بالله العلي العظيم الا الناس كينزلوا عندي كيقولوا لي قمر غير ما تغوتيش انا ري دايره هاد الشوهه كامله على قبل 500 درهم. انا اختي حق الله هي جارتي هنا قالت لي انا نعطيك 500 درهم غير طرطق يطرطق لك عرق في مخك، انا نعطيك 10000 ريال ديال البنت غا ما ديريش هاد الحاله. صافي وليت كلي كان في بريك كلي كندير كلي فيا الخلعه. الا وكلتها اليوم كنشوف غدا بعدو البيبي كيكبر مسكينه ما عندها حوايج ما عندها حليب ما عندها حتى شي حاجه، حتى الحليب ديالها ديال الحليب ديال الفارماسي انا محبسه عليها. ملي كانت عندها 5 ديال الشهور دابا هي عندها 9 ديال الشهور. درت قناه فيها لي ماسك، بديت بشويه بالقصص ديال قصص، عاوتاني دزت ثاني لي ماسك ما ما ما, ما والو. قناتي نازله نازله على الاخر، يعني 1000 ابوني هي 1000 ابوني ما كيتزاد ما كيتنقص. عندي دولار واحد يعني 8 درهم فاصله ما عرفتش. توت ان كونتراديكسيون، يعني الناس كيسبوا كيعاوروا كيعايروا وكيدعموا. دابا كيدخل عندها ويتفرج فيها ولا تفرج فيها وكيدعموها وكلشي وكيعطيوها ويشاطيوها. انا ما كنبغيش واحد بنادم ما غندخلش ما غندعمهاش، غنخرج في حالاتي ما عنديش معاه ما غاديش، يعني النفاق. يعني الناس كتنافق، كاين واحد المجموعه كبيره اللي منافقين وكل الله يعاونو. ما نكذبش عليك انا الضيقه في جهه دارني، شوف كل الله يجيب له التيسير. ضروري خصنا نخرجوا نشطحوا ضروري، ولكن هكا صاب من غدا نشطح انا غير بنتي ما تموت ليش بالجوع قسما بالله تنديرها. وملي عنده شي بار ولا شي كاباري ولا شي عجب يعيط ليا، انا مستعده وعندي لاطاي وعندي الشعر وقاري وعندي الفرنسي وعندي لونجلي وفين ما جاني بنادم يلقاني. يلا واش خصني ضروري نشطح ونتعرى باش نوكل بنتي؟ علاش زعما الا درت قناه محترمه عيب حرام؟ ياك تقولوا ديروا قناه محترمه حنا ندعموكم، وملي نديروا قناه بداو تقولنا شطحوا ولا ما تدخلوش، يعني شنو؟ صافي نشطح يلا من هذا المنبر اللي عنده شي لعبه انا كنعرف نشطح، كنطير في الشطح كنطير في كيفي كامل، ما فين ما جيتي فين ما تحطي نغني نشطح كل شيء. انا مستعده انا على قبل بنتي ماشي غنشطح، ما نعرفش شنو ندير، نتلح في العافيه نتلح في العافيه. ما كاينش اخويا اللي كيتفرج في قناتي ولا اللي كيعبرني ولا حتى شي حاجه. انا هو كتجيب لي سميتو كيجيب لي 22 مشاهده 50 مشاهده 100 مشاهده دولار، انا عندي دولار دولار اللي مجموع لي دولار يعني 8 دراهم. يا ويلي 8 دراهم، وانا فلوس ديال الطلقه ديالي بعدا انفيستيتها في البيسه وشاريه ب 7000 درهم غير باش ندير قناه وعلى قبل ثاني المونتاج والتخربيق كله. يعني فلوس الطلق ديالي انا كل خلي صحابي خليهم مع البنتي، انا الدوير الزمن هو الشتا والبرد ما عندها حتى ما تلبس، ما نديرش انا هاد القناه كاع. المحتوى شنو المحتوى تدير؟ المحتوى كنت بديت بالقصص، بديت درت قصص، من بعد عطيت لي ماسك، دابا كندير لي ماسك ديال الوجه، ما عجبهم لا لي ماسك لا سميتو ديال الوجه، هادو ما عرفتش شنو باغين، ما عرفتش. المهم ما كنهضرش على كلشي، كاينين ناس محترمين، كاينين مغاربه رجال محترمين، كاينين بزاف كل كاينين، كاينين كنهضر على واحد الفئه من وسط هاد الناس اللي دايره هكا. ما راه كاينين، كاين الناس اللي كيدعموا، كاينين المحسنين، كاينين بزاف، كاينين الناس كيوروا دعمهم، راه دعموا ناس قبل مني. انا وحده من الناس اللي كنت انا غير متفرجه، انا ما عمري ما كنت كنفكر ندير انا شي يوتيوب ولا نبين فيكورتي انا لشي حد، ما عمرها ولا كانت عندي هذه الفكره، ديما مبعده على هذا الشيء. ولكن كدور الظروف كتجيب الصمته كدور، كنت انا غير متفرجه. وهذوك اللي دعمتهم راه نص فيهم صيفط لهم انا فلوس، واحد ها وجوج يعني ثلاثة اون توتال، ثلاثة اللي صيفط لهم انا فلوس، صيفط لهم فلوس دعمتهم اللي كانوا مليوحين الشارع وجاو داروا اللايف ودخلت عندهم اللايف وقلت لهم عافاكم. انا يلا بديت قناتي دعموني حتى انا، زعما دعموا لي قناتي وشاروها مثلا نقولوا غير سميتي طاطا قمر ولا شي حاجة. انا كل حجر ندير لها الحليب جوج حجر جوج ياجورات نمشي نطحنها لها نعطيها لبنتي، وانا نيت براسي شنو هاي الدار؟ الحمد لله اللهم ولا والو، ولكن شنو انا الدار شنو غدير لي؟ نفطرها ياجوره ونغدى باليجوره ندير لها لي كوش ندير لها شي ياجوره. الدار مشروع فاشل، المشروع هو المشروع، يعني شي حاجه هي المشروع، اما اللي فكر زعما يشري الدار والله الا الدار عكت تسرك وصافي، اما راه دير غير شي مشاريع هكا بعدا راه الفلوس كيتروجوا. الدار ما مشروع ما حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله بعدا اختي الله يجازيها بخير هي دايره فيها. واختي راه ما عندهاش، كون كان عندها راه كانت دايره ليا شهريه. اختي راه كتصيفط ليا ما عندهاش، جراو عليها حتى هي في كون عايشه برا وجراو عليها حتى هي من الخدمه، ما كايناش لا اوروبا ولا هنا، ما كاينش ما عندهاش، ما تخلينيش وما نبينش انا وجهي انا كاع. ولكن انا قلت لك انا على قبل بنتي، انا خويا الرساله ديالي المغاربه وخواتاتي المغربيات يدخلوا غير القناه ديالي يدعموني، انا ما يعطوني ما نعطيهم. وعندي محتوى زوين ومحترمه وباغا نشطح لان نزفت، انا ماشي ديال داك الهضره، انا كون بغيت داك الشيء راه كون هذا الشيء ما درتوش ملي ما كان باقا ما مزوجه وما عندي لا بنت لا والو، عاد غادي نديرو انا دابا؟
عاد غنديروا انا دابا انا بنتي بغيت نوكلها حلال طف ديال الخبز حلال حتى الا كبرت وشافت فيديوهات تقول لها ماما ها ما نحشمش بها قدام الناس قدام بزاف عطا الله يعني غير يدخلوا لقناتي القناه ديالي طاطا قمر يدعموني ما فيها حتى شي بس بالعربيه.